طيب التدابير الوقائية، التدابير الوقائية أهم شيء التوعية زي ما قلت أستاذة آمنة، شيء توعي الإنسان لما تحاضره وتوعيه، خاصة الطلبة أهم شيء الوقاية للصغار الصغيرين لما تدرس معهم قصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصص السيرة، قصص ضرب معنى كيف الناس تحل المشاكل نتاعها، صراعات نتاعها، تعطي الطفل أو تعطي الشاب أو التلميذ آفاق واسعة يتخيل مع القصة كيف نحل الصراعات نتاعها وكيف نحل المشاكل نتاعها بصفة عامة يعني. ثاني شيء اللي هو التوعية بالموضوع، هذا شيء راي مهم جدا جدا، نحن ناقصين نقص كبير في موضوع الصحة النفسية، كيف الناس تتعامل مع الصراعات نتاعها، لأن أي إنسان عنده ضغط نفسي أو عنده صراع نفسي قبل كل شيء ما كيفرض كنت نقولها ونسيت يعني، لما أي إنسان عنده صراع نفسي من داخل ما يقدرش يحل الأزمة هذه تولد له ضغوطات نفسية ومشاكل نفسية وما يقدرش يحلها يعني. طيب ماذا عن الطرائق العلاجية وهل هي ناجعة؟ احنا الطريقة العلاجية بكي كنت نكتب في النقاط لما كانت الأستاذة تتكلم، أول شيء احنا قلنا الشخص يعترف أن عنده مشكلة أو عنده ضغط نفسي، ما ينفعش يخش طول عليه لا والله أنت شكلك عندك ضغط نفسي شكلك مهموم، لا ما ينفعش، في الأخير بتخش في خصوصية الناس، لازم يعترف أن عنده مشكلة ونقول للناس لما عندك ضغط نفسي اعترف أنك أنت عندك مشكلة، لما يجيك انت اسمع له، حاول تلم اكبر قدر من المعلومات باش تعرف الخلل وين باش تقدر شنو تصحها، نعطوه الفرصه انه هو كيف زي ما نقولوا فيها كيف يتعامل مع اي ضغط نفسي، مثلا زي نحن لما جينا في العيادات او كيف تعاملت مع الحالات نسمع له كل شيء يتكلم، المره الجايه نعطيه زي الواجب ونقول له اي مشكله تصير لك قول لي كيف حليتها وكيف درت بالضبط، لما يجي مره ثانيه نوضح له كيف يدير على شنو الصح اللي داره وشنو الغلط اللي داره وشنو السلبي داره وشنو الايجابي اللي داره، بعدين نحطوا له خطة يمشي عليها كيف يعالج الصراعات نتاعه مشاكل نتاعه، نعطوا له أمثلة ممكن عنده من نفس المشكلة يعني منها الشخص هو باش يقدر يقلد الناس الثانية في حل مشاكل نتاعه بطريقة إيجابية، ما ينفعش ممكن ننتجوا لي العلاجات باش تساعده شوية زي بعض المهدئات أو بعض العلاجات الدوائية الكيميائية نخلوا فيها في الأخير بكل، ما ينفعش احنا هنا في ليبيا ربي سامحهم وأنا قلتها في كذا مكان وخلي نعاودها في مكانها هو، خاصة زملائنا من الدكاترة النفسيين والأخصائيين النفسيين يلتجوا للدواء هو الأول، راهو أكبر غلط، أي إنسان عنده أي ضغط نفسي أو أي مشكلة نفسية أول شيء الجلسات، ما ينفعش جلسات الدواء راهو آخر حاجة الدواء، من أن الإنسان يبدأ فيه ارتباط نفسي شرطي مع الدواء يعتقد الدواء هو اللي بيحل كل مشاكل نتاعه وصراعاته، احنا لازم نخدمه على نفسية الشخص، نخدمه على عقله، نخدمه على التفكير نتاعه، على السلوك نتاعه باش نجنبوا المشاكل كلها، الدواء نعطوه في حالات متقدمه ممكن ما يقدرش يرقد، ما يقدرش ياكل، صارت له مشاكل كذا بس يعني.